السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي من جديد. الوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله تكون عبارة على بريوات بالدجاج والخضر، كيجيو رائعين، حشوة مختلفة على البريوات ديالنا التقليديين. ان شاء الله تعجبكم الوصفة ديالي، بقوا معي وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كما كتلاحظوا هنايا، عندي كمية من البصل، تقريبا 4 حبات البصل اللي قطعتها تطريفات صغار يعني مشلضة. انا هنا عملت كمية كبيرة. عندي هنايا 3 كيلو من صدر الدجاج اللي قطعته تطريفات صغار جدا بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم عملت كمية كبيرة، ولكن بامكانكم انتم تصغروا الكمية. عندي هنايا 3 الفلفلات كبارين، واحدة حمراء واحدة خضراء واحدة صفراء، داك الكبارين. نص كيلو من الجزر او الجعدة اللي محكوكة مبشورة بهذه الطريقة هذه. عندي هنايا 1 المعالق كبارين من المعدنوس او البقدونس، تقريبا 7 الفصوص من الثوم. بالنسبة للتوابل، عندي هنايا معلقة صغيرة من الخرقوم بلدي، نص معلقة صغيرة من الإبزار، معلقة من زنجبيل بودرة، ومعلقة كبيرة من الملح، وغنحتاج تقريبا 1 معلقة صغيرة من الكاري أو الكوري. التوابل الهندية كتضيف له واحد المذاق رائع لهاد الحشوة هذه. وعندي 200 غرام من الجبن موزاريلا اللي كيعطيني الحشوة واحد التعليكة وما كتجيناش ناشفة. فهادو هما المكونات، وغنحتاج الورقة اللي غنلوي فيها هاد البريوات هادو. كما قلت لكم بريوات مختلفين يعني بالدجاج والخضر، سهلين وكيوجدوا لنا بسرعة وفي نفس الوقت لذادين بزاف. نبداو على بركة الله. فوق النار كنعمل تقريبا 1/2 كأس من زيت الزيتون في واحد الطنجرة، وعنضيف اول حاجة البصل. فاذا كنتو غتستعملوا غير نص كيلو الدجاج، عملوا غير واحد البصلة واحدة صغيرة بركة. انا عملت 4 البصلات لان كما قلت لكم عملت كمية كبيرة. دابا نحاول نشحر مزيان ولا نشوح هذا البصل حتى كتنزلي البصلة مزيان بهذه الطريقة هذه. من بعد ما نزلت لي البصلة شوية، غنضيف عليها الثوم اللي كنت وريتكم قبل، من بعد ما دابا بشرته. غنستمر في التحريك حتى كتقلى شوية ديك الثوم مع البصل، ومن بعد مباشرة غنضيف عليهم الدجاج. فعملت هنايا الدجاج، انا قلت لكم عملت كمية كبيرة. فبالنسبة لهاد الطنجرة من بعد عم بدلها لان ما عطاتنيش من الخدمة، جاتني كمية كبيرة والطنجرة صغيرة. كنصحكم اذا كنتو غتعملو كمية كبيرة في حالي، عملو شي طنجرة كبيرة ولا شي مقلات تكون كبيرة وغرقة. دابا ضفت هنايا التوابل والمعدنوس، وغنستمر في التحريك حتى كتندمج لي العناصر مع بعضيتها. هذا هو التوابل الكاري او الكوري، تقريبا 1 معلقة صغيرة نزيدة، كيعطيوها واحد المذاق مغاير على يعني للمذاقات العادية. فمن بعد ما حركت المكونات كاملة، دابا مباشرة خليتها تتقلت شوية حتى 10 دقائق، غنضيف عليها الفلافل بالألوان بهذا الشكل هذا، وغنستمر في التحريك. فكما قلت لكم الحشوة كبيرة على الطنجرة، دابا غنضطر نغير الطنجرة. فعمق نحرك هيدا مزيان، تقريبا خصني نخليها فوق البوطة 15 دقائق حتى كيطيبنا الدجاج وكطيبنا كيطيب الفلفل. فانتما كتلاحظوا قسمت ديك الحشوة ديالي على جوج المقالي كبارين، لان مقلة كبيرة بزاف بزاف ما عندي شي. حاولت نقسم على جوج الجهات. فاستسمح هنا الربو، لان وخش على كامبانا الكاميرا كتضباب، ما عرفتش علاش البرودة ومع النار شعلة. غنضيف هنا اخر حاجة الجزر المبشور اللي تقريبا غنخليوها 2 دقائق، وغنطفيو ببوطة لان ما خصناش ديك الجزر يدوب مع الحشوة ويطلق الماء ديالو. غنخلط هذا الشيء مع بعضيتو، وغنخليه غير 3 دقائق 2 دقائق وكنطفيو عليه، لان الجزر بديك السخونية كيرطب وكيطيب راسو وباقي يرجع يطيب في الفران، فماشي ضروري كيطيب بزاف. ودابا هنا غنعمل جبن موزاريلا بهذا الشكل هذا. هذا الجبن صراحة من الاحسن تعملوه، لانه اللي كيعطي ديك التعليك كان الحشوه ما كتجيناش ناشفه. فصافي دابا غنخلط المكونات كامله مع بعضيتها، وغنخلي الحشوه ديالي تبرد. والضمه الكبرى هي انني سحاب لي كنت كنصور
كما قلت لكم صحابي كنت كنصور طريقه تلف البريوات، للاسف ما تصورليش الفيديو فلويت البريوات بهذا الشكل هذا. فهاد كميه خرجت لي تقريبا 150 حبه، عملتها في السينيه وكل طبقه فرقتها بالبلاستيك الغذائي وكندخلو للمجمد حتى كنحتاجو، معاد كنخرجهم وكنطيبهم. فانا هادو عملتهم من واحد الحفله للصديقه ديالي، لهذا ما غنحتاجهمش دابا. استسمح لطريقة طي البريوات فمعروفة بزاف والكل كيعرفها. ملي جيت نمونطي الفيديو هاز ما كانش باشي الفيديو اللي كنت وريتكم الحشوة وكنطول البريوات واحدة بواحدة، عملت تقريبا 4 البريوات باش كنوري للمبتدئات. استسمح، دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله، مع السلامة.